مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا. نفتح في ملف اليوم اتساع دائرة الحرب في أثيوبيا وانعكاسها على المنطقة. فقد أعلنت حكومة الإقليم العفري في أثيوبيا يوم أمس عن توغل وحدات من قوات دفاع تيغراي على أراضيها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في إقليم تيغراي شمالي أثيوبيا في نوفمبر الماضي. في نفس الصعيد ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 50,000 شخص من مناطق عفرية في الحدود بين الإقليم العفري وإقليم تيغراي الأثيوبيان. يذكر أن الإقليم العفري يربط بين العاصمة أديس أبابا والموانئ الجيبوتية، كما يحد الإقليم مناطق إريتريا تطل على ميناء عصب الإريتريا على البحر الأحمر. إذن إلى أين تتجه الحرب في إقليم تيغراي بعد اعتداء جيش تيغراي على الإقليم العفري؟ وكيف ستنعكس اتساع رقعة الحرب في أثيوبيا على منطقة القرن الأفريقي برمته؟ لتسليط الضوء على هذا الموضوع معي من أديس أبابا محرر موقع نايل تاك بوست الصحفي نور الدين عبدة، ومن استوكهولم المحلل السياسي الأستاذ شيف العفري، وكذلك المحلل السياسي الأستاذ عبد القادر عثمان. فمرحبا بكم وبهم. نور الدين، لعلي يعني أبتدئ بك تعطينا إضاءات، ما الذي حصل، ما الذي دفع بقوات القوات الخاصة إقليم تيغراي أو قوات دفاع تيغراي كما تسمى نحو إقليم عفر؟ هذا التحرك لم يكن متوقع البتة، حيث كنا نتوقع أن نشهد معارك نحو إقليم الأمحر الأثيوبي، فما الذي دفع بالتجارب للاتجاه إلى العفر؟ نعم نور الدين، ما الذي دفع بقوات إقليم تيغراي قوات دفاع تيغراي نحو إقليم العفر الأثيوبي؟ يعني هذا التحرك كان غير متوقع في هذه الفترة، بينما كانت المعارك تشتد في الجهة الأخرى من الإقليم نحو إقليم الأمحرة. ما الذي دفع بقوات تيغراي نحو إقليم العفر؟ شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. ويعني لتتضح الصورة نوعا ما، يعني رغم شح المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها حقيقة لتحليل الوضع أو كذا، لكن يعني تأتي هذه الجولة من الصراع أو من الحرب بعد ما رفضت جبهة تحرير تيغراي إيقاف وقف إطلاق النار من جانب واحد من الحكومة، من طرف الحكومة المركزية، وثم يعني ركزت أو أعلنت أنها ستتجه أو نحو استعادة الأراضي التي كانت تحت إدارة الإقليم حسب الترتيبات الإدارية القائمة، وثم أوضحت يعني تماما أنها ستتجه كما ذكرت نحو الغرب ونحو الشرق والمناطق الأخرى نحو الجنوب أيضا. فهي يعني هذه الجولة تأتي على خلفية رفض الجبهة، وفيما يبدو يعني والجبهة أيضا وضعت يعني شروط للقبول بوقف إطلاق النار من طرف الحكومة المركزية، ويبدو أنها يعني ربما تكون هذه المعارك هي في النهاية، يعني في النهاية لا بد من وجود نوع من أي نوع من الحوار بين الأطراف، وربما تأتي هذه الجولة من طرف الجبهة لتعزيز مواقفها في الحوار المتوقع أو في المفاوضات المتوقعة، لأن الحكومة المركزية أيضا هنا أعلنت أنها ترغب في إدارة حوار شامل في البلد، وأنها يمكن أن تتفاوض مع القيادات الدنيا أو الصفوف المتأخرة من أعضاء الجبهة، والذين يعني لم تتم مطالبتهم في قضايا جنائية حسب القانون الأثيوبي. فأعتقد تأتي هذه التوجهات نحو الشرق وأيضا حتى نحو الغرب أيضا موجودة، ولكن ظهرت مسألة التوجه نحو إقليم عفر كونها يعني اتجاه لم تتوقعه بعض الأطراف وبعض المحللين لم يتوقعوا ذلك. ربما تأتي بروز المسألة من هذا الجانب، ولكن ما زالت المواجهات موجودة في في الجبهات كلها، والحكومة المركزية هنا تؤكد أنها تتصدى لهذه الجبهات، وأعتقد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
ترغب في أن يكون لديها ملف أو موقفها يكون قوي قبل الدخول في 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 نوع معين من الترتيبات السياسية. طيب نور الدين شكرا لك. ألتقط يعني أينما انتهيت، حيثما انتهيت، يعني لم يتوقع الكثيرين هذا التحرك نحو إقليم العفر. شفا برأيك، ألم يكن الأجدر بقيادات إقليم تيغراي أن يعني لا تكسر هذا العلاقة الطيبة التي كانت تربط الإقليمين، حيث الاعتداء على إقليم العفر أثار يعني موجة من الاستنكار وربما يعني حرب طويلة يصعب التحكم بها؟ بالتأكيد حقيقة أنا يعني من الأشياء المستغربة في هذه الحرب أنه مع كل ما قدمه الإقليم أو ما أبرزه الإقليم العفري خاصة حتى الحكومة، مع أنها مع المركز، من ضبط في النفس منذ البداية وعدم مشاركتها في حرب، قال كثير من المحللين والمراقبين في الإقليم أنها حرب أهلية ولا يمكن الدخول بها. فحقيقة كان من المستغرب جدا أن الإقليم التيغراوي أو جيش هو جيش الدفاع التيغراي تتجه إلى الإقليم العفري. مع ذلك أنا أعتقد يعني ربما أتشارك الفكرة أو أشارك الفكرة مع الأخ نور الدين عبدة في شيء، أنه بعيدا عن التعاطف والعواطف التي لا تنبني عليه السياسة، فإن الإقليم التيغراوي يرى أن ربما كان من الممكن جدا حسم المعارك بسرعة أو حسم هذه الحرب بسرعة بالاتجاه نحو الإقليم العفري المسالم الذي لا ينتظر أي هجمات من هذا القبيل، فبالتالي الوصول إلى الأرض أو الوصول إلى الخط الرابط ما بين موانئ جيبوتية وموانئ إريترية إذا أرادت إثيوبيا أن تستخدمه هو كذلك السكك الحديدية يعني وليس الخط الرابط، فبالتالي عسكريا ربما رأت فيه استراتيجية، ولكن زي ما قلت أنه لا يمكن الحسم أو قول شيء من هذا القبيل. مع ذلك الشيء الباين في هذه المعركة أن قوات تحرير تيغراي قد كثرت هذه على الأقل الحياد والصمت من الذي يعني كان فيه إقليم العفري تجاه ما يجري في تيغراي. وفوق ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية عندما قامت كل الأقاليم بطرد مواطنين من تيغراي من أقاليمهم وكذلك الإقليم الأمحري، سكر أغلب طرقه، طرق الإمدادات إلى هناك، فالتجارو عندما كانوا يريدون أن يذهبوا إلى ديس مثلا، أتكلم عن الشعب يعني، كانوا يمرون دائما عبر عفر، فكانوا يعتبرون هذا هو الطريق الآمن بالنسبة لهم. ولكن ربما مجموعة من القيادات التي رأت، أنا لا أعتقد أنه كثير من القيادات التيغراوية قد وافقت بهذا الاتجاه، والآن نرى يعني نسمع من بعض وسائل الإعلام أن هناك خلافا في هذا الوضع، خلافا في الفكرة الأساسية هو هل نتفاوض على البقاء والفيدرالية أو الكونفدرالية مع إثيوبيا، أم أننا نبرز عضلاتنا هذه التي أريناها للعالم وأثبتنا أننا في قدرة عسكرية كبيرة جدا، ونأتي بأجنداتنا ونوري لهم أننا لا نريد أو لا نستطيع العيش مع هذا البلد الذي أباد شعبنا وتم الاغتصاب وكذا. طيب شفا، دعني أستوقفك هنا شفا، ويعني نرحب أيضا بعبد القادر عثمان. عبد القادر، هذا يعني الاجتياح للإقليم العفري كما ذكر المتداخلون كان له ربما أهداف عسكرية، لكن أتى بكلفة إنسانية باهظة، حيث تم هناك تقارير عن نزوح 52 ألف شخص من مناطقهم وتضرر أكثر من 200 ألف شخص أيضا من سكان إقليم العفري من هذا الاجتياح. يعني كيف تقيم هذه الأضرار؟ نعم أخي الكريم، شكرا لك ولضيوفك الكرام. بداية أوجه تعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا
في الإقليم، بالإضافة إلى الضحايا الذين لأهالي الضحايا الذين سقطوا اليوم جراء اعتداء قوات الفيدرالية على العفر في منطقة قداميتو. وهذه خبر جاء الآن. ولكن نعم، بالعودة لسؤالك، بداية أعتقد أن استراتيجية الهجوم على الإقليم العفري تعتبر خطأ استراتيجي فادح بالنسبة لقوات تيغراي. هم قد ربما عسكريا ظنوا أن السيطرة على الإقليم أو في مناطق في الإقليم المحددة للخط الخط الذي يعتبر شريان الحياة لأديس أبابا يستطيع بذلك تعجيل من وتيرة إسقاط حكومة أديس، ولكن ما حصل أنهم مع تسببهم باضطرابات في الإقليم العفري خنقوا أيضا شعب تيغراي الذي يعاني من المجاعة والأزمات. وحسب التقارير المتحدة هناك عربات محملة بالأغذية والأدوية كانت تمر أو تتخذ من إقليم العفر كخط آمن لوصول المساعدات تسببت بالإضرار، فبالتالي توقفت هذه العمليات ما أدى إلى إضعاف أو زيادة في مشاكل الإقليم تيغراي، وبالإضافة إلى الكوارث التي سببت فيها العملية من زيوف الآلاف سكان الإقليم المحايدين للمنطقة أو الذين كانوا يشكلون منطقة النزاع. فأظن أن عملية في اجتياح الإقليم ليس تعاطفا، كان خطأ استراتيجي ليس على العفر فقط، حتى على أبناء تيغراي وهم خسروا خط آمن للمساعدات، بالإضافة إلى أنهم خسروا على الأقل وإن لم يكن العفر حلفاء كانوا محايدين ومتعاطفين معهم. طيب نعم عبد القادر واصل. نعم، فخسروا في الجانبين على مستوى على صعيد العفري المواطن العفري الذي كما كنا شاهدنا قبل أيام أو في الأمس عندما قام رئيس الإقليم العفري بإعلان النفير العام والذي قام بتلبيته معظم الشباب العفري، فالحرب الآن اتخذت شكل آخر، اتخذت أو تيغراي أقحموا إقليم كان محايد من الصراع وكان أيضا خط آمن لمساعدات التي كانت تصل لي. طيب وضحت النقطة عبد القادر. أعود لنور الدين. نور الدين، يعني مع انطلاق هذه المعارك قبل عدة أيام لم نشهد يعني شهدنا تحركات من داخل الإقليم، القوات الخاصة الإقليم العفري وحشد أيضا شعبي لصد الاجتياح تيغراي، لكن لم نرى أي تحرك من قبل الحكومة المركزية حيث لم يعني يتم دعمهم بقوات من الجيش الأثيوبي. برأيك هذا التأخر ما مرده؟ أولا يعني في نقطة مهمة يمكن يجب أن نذكرها، وهي يعني على الأقل على المستوى الداخل هنا في أثيوبيا يجب النظر للمسألة بصورة شاملة. يعني صحيح أن هذه المعارك الآن تدور مثلا في منطقة التماس بين عفر وتيغراي وثم في منطقة أخرى بين تيغراي وأمهرة وكذا، لكن يعني في النهاية هو يعني صراع بين الحكومة المركزية في كل مكوناتها بين الدولة وطرف معين، وهذه الدولة في النهاية تتكون من أطراف، وهي يعني حسب ما ذكرتها البيانات العسكرية لها أولويات ولها ترتيبات عسكرية ارتأت في هذه المرحلة على الأقل بعد الانسحاب من 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 وسط تيغراي إلى أطراف إقليم تيغراي، يعني ارتأت أن القوات الخاصة في الأقاليم هي التي يجب أن تتصدى لهذه الحرب. لذلك يعني الحكومة المركزية عملت على أن تشارك الأقاليم الأخرى، فالمسألة ليس فيها يعني ذاك النوع من الذي يمكن أن يكون بالشكل الذي هو صراع بين التيغراي وعفر،
أو بصراع بين التجراي وأمهرة. قد يكون هذه الصورة الآن عندما تنظر إليها يعني الصراع في شكله المحلي، ولكن على 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 شكل إذا نظرنا في الدولة كدولة فهو صراع بين الحكومة المركزية و يعني إقليم تيغراي أو ما تسميه الحكومة هنا المتمردين في إقليم تيغراي أو الجبهة التي تصنفها الحكومة كجبهة إرهابية. طيب نور الدين، نور الدين قبل أسبوع يعني ذكر المتحدث باسم الجيش الأثيوبي مطمئنا إقليم الأمحرة بأنهم الجيش يقف معهم وأنه لن يتخلى عنهم في حربهم ضد إقليم تيغراي. هم مثل هذا التطمين لم يصدر نحو إقليم العفر حتى اليوم، ومن جهة أخرى يعني مثل هذه التصريحات من الجيش الأثيوبي تظهر كأن الحرب هي حرب بين الأقاليم الأثيوبية وأن الجيش الأثيوبي يأخذ جانب مع هذا الإقليم ضد ذلك، بينما الحقيقة كما ذكرت أنت هي حرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي. نعم، يعني طبيعة النظام السياسي في أثيوبيا والهيكلية الفيدرالية لأثيوبيا ربما تظهر يعني هذا النوع من المنحى أن هذا الإقليم يواجه هذا الإقليم، ولكن يعني حتى إقليم عفر لو أن الحكومة المركزية لم تطلب منه أن يتدخل ما تدخل. يعني ببساطة هذا صراع بين الحكومة المركزية، هذه حرب بين الحكومة المركزية ومجموعة تراها الحكومة المركزية متمردة، ولذلك هي الحكومة المركزية توظف الآن المجموعات أو القطع العسكرية الموجودة والأمنية الموجودة لدى الأقاليم كل في 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 الموضع الذي يعني تراه الحكومة المركزية مهما، لذلك تم إرسال مجموعة من يعني من قوات الأمن الخاصة التابعة لإقليم أوروميا إلى منطقة عفر أيضا، ومجموعة أخرى من يعني أيضا إلى إقليم أمهرة. فبالنسبة للنظرة الداخلية هنا بالنسبة للحكومة الأثيوبية فهي حرب مع مجموعة معينة، الدولة بكاملها أو الشعب بكامله يواجه هذه المجموعة. بالنسبة للمتابع من الخارج ربما ينظر إليها بهذا الشكل الذي تم تقديمه قبل قليل بمسألة أن إقليم عفر يواجه وأن الجبهة مثلا بدخول إقليم عفر يعني كسرت نوع من التعاطف الموجود مثلا داخل إقليم مع الشعب التيغراوي، لكن الجبهة أيضا تنظر إلى المسألة بكليتها لا تنظر إليها على أنه يعني إقليم عفر لوحده وأمهرة لوحده. هي في قراءتي للموضوع هي تنظر الخاصرة التي يمكن فيها هناك نوع من الضعف أو خاسر أو مثلا منطقة استراتيجية بالنسبة لها وتتحرك، وكذلك الحكومة الأثيوبية تنظر للموضوع بشكله الكلي ثم ترتب أوضاعها. هذا طبعا يعني كما قلت سابقا والجميع يعزز أوراقه انتظارا لما قد تؤول إليه الأمور إن حصل نوع من الحوار الوطني في الدولة. طيب نور الدين يعني قبل أن ننتقل للمحور الآخر، هل ترى يعني قوات إقليم تيغراي تنجز يعني انتصارات على أرض الواقع وتتقدم على حكومة أبي أحمد في يعني في إقليم الأمحرة؟ تقدمت داخل إقليم الرايا وإقليم ولقة، والآن هي تدخل إقليم العفر أيضا، يعني والقايت والراية هناك وهنا الآن العفر. على الأقل يعني نحن أولا هناك نقطة أساسية مهمة جدا، يعني منذ بداية هذه الحرب ومنذ بداية هذا الصراع المعلومة الواضحة وغائبة من جهات مستقلة، حتى دخول يعني قوات أو عودة الجبهة إلى مقاله إلى وسط تيغراي في حد ذاته جاء بعدما يعني أعلنت الحكومة المركزية أنها انسحبت، يعني تأكد بعد ذلك على الأقل بالنسبة لنا في الداخل. والآن أيضا يعني أن الجبهة تعزز مواقعها أو تعزز تقدمها، هذا ما تنقله الوسائل الإعلامية من طرفهم، لكن من طرف الحكومة المركزية هي تتكلم عن أن لديها خطة وأن لديها نظرة استراتيجية أكثر لما يدور في الموضوع. في البداية هم يعني ركزوا على مسألة أن الحكومة لديها أولويات أخرى وتهديدات أخرى يجب أن الجيش يركز عليها، وأن الأقاليم ربما تقوم القوات الأقاليم ربما تقوم بمهمة مواجهة جبهة تيغراي،
والآن أيضا الحكومة المركزية إلى الآن يعني لم يعني تعلن بالضبط ما هي خطتها يعني فيما تتكلم عنه جبهة تيغراي من التقدم. لذلك الصورة حقيقة ليست واضحة، وهناك حقيقة صراع إعلامي حقيقي في المسألة، وصراع يعني الروايات والسرديات. فلذلك يجب التنبه نوعا ما حتى تتضح الصورة، والقراءة ليست يعني واضحة. وأعتقد أن ربما الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستوضح المسألة أكثر. وأنا أعتقد هذه الحرب الإعلامية والتي نتكلم فيها عن تقدم هنا وتأخر هناك وانسحاب من هنا وتعزيز في منطقة أخرى هي أوراق فيما يتم التداول عليه فيما أعتقد يعني خلف الكواليس، أو هناك يعني حديث عن بعض المبادرات لعقد حوار وطني شامل. فكل هذه الأمور يجب أخذها في الحسبان، وليس فقط الجانب العسكري الذي يعنيه طرف معين وينفيه الطرف الآخر. طيب ابقى معي نور الدين. شف عقد حاكم إقليم العفر أول عربة اجتماع بقيادات ويعني رموز وبرلمان الإقليم مطمئنا وموضحا سير المعارك، لكن لم يذكر أن يعني القوات المركزية يعني هبت لنجدة الإقليم. برأيك هل ربما بأحمد يهمه أن لا تصل قوات تيغراي إلى خط سكة الحديد والطريق القومي الرابط بين أديس أبابا وجيبوتي، بينما يتجاهل المآسي التي يتعرض لها العفر في داخل الإقليم في المناطق الحدودية مع إقليم تيغراي؟ نعم، هذا حقيقة باين إلى حد ما حتى إعلاميا. التغطية الإعلامية لما يجري في عفر هو أقل من التغطية الإعلامية الموجودة في الأماكن الأخرى. بالنسبة أنا أتكلم عن الحكومة والوسائل الإعلامية الحكومية، إلا فيما في سير بعد المعارك عندما تتقدم في نواحي معينة، وهذا شيء. ثانيا، إقليم رئيس الإقليم، وأنا أختلف في هذه النقطة مع الأخ نور الدين، الأمور ليست لم تبدأ بتلك الحالة إنه إثيوبيا ضد مثلا أقاليم كلها ضد إقليم معين، إنما الحكومة المركزية كان لها خلافات قد ربما يختلف مع ذلك كثير من القيادات في الأقاليم الأخرى، ولكن مع ذلك هم حكومة وتابعين لهذه الحكومة، فبالتالي كثير من الأقاليم رأت أن تنأى بنفسها حتى وإن كانت تأييدات على شكل بعد البيانات وكذا. فلذلك أنه عداء بالنسبة لإقليم تيغراي منذ البداية كان مع بعض الأقاليم، تصدرته بعض الأقاليم منذ 3 سنوات، إنه كانت ترى فيه عدوا ولا بد من التخلص منه. لذلك كان خطاب الرئيس أمس كان خطابا واضحا، قال أننا نواجههم بجيشنا ولكن لا يخفي دعم القوى المركزية. وأنا يعني بصفتي متابع لهذا الموضوع أنا أرى في يعني أنه كان دعما قويا بالنسبة للجيش حتى وإن لم يتقدم المعارك، لكن كان هناك دعم في خطوط المواجهة للمقاومة التي حاولت أن تقاوم، وليست مجرد محاولة إنما أوقفته منذ 8 أيام في دائرة مفرقة يجري في مسافة طولها 15 كيلومتر منذ أن أعلن الإقليم العفري أنه أرسل جيشه للتصدي لهذه المجموعة. فبالتالي كانت الاستراتيجية المتوقعة وحسم المعارك في 3 أو 4 أيام كان باينا من بقيادات إقليم تيغراي، وكذلك صدقان اليوم ما نشره تقريبا أمس مارتن بلاوت حين قال أن رئيس الأركان أو جرنال، تقريبا هو رئيس أركان الجيش هناك جرنال صدقان، أخبره بأن الجيش الذي أرسل إلى عفر لقطع الطريق إلى ملي
تم عمليته بنجاح. كانوا يعتقدون أنه في الفترة الفلانية وهذا الإقليم ربما إقليم ليس مستعدا سنحسم هذه المعركة، وإن لم تكن هذا الوصول إلى ملي لم يكن يعني منذ البداية إلا إذا حصلت المعجزة أنه يغير مسار حتى المفاوضات، لأنه إثيوبيا حاليا لا تعتمد على هذا الطريق. هناك طرق أيضا في طرق السكك الحديدية أبعد من المكان الذي كانت تقصده جماعة قوات التغراوية، وكذلك طرق أخرى تأتي عن طريق ديردوة، وطرق حالية موجودة من كينيا وكذلك من سوماليلاند. فبالتالي لم يكن هذا التقدم يحقق له ذلك الورقة الرابحة في الانتخابات حتى وإن وصل، ولكن الخيبة الكبيرة التي أوقفتهم والتي صدمتهم أن هذه الجيوش بقدر ما توقعوا أنها لم تستطع أن تتحرك أكثر من 15 كيلومتر. وأنا أقول في هذا إنه في اليومين الأولين يعني واجهت فقط الشرطة فاخترقت 30 كيلومترا في الإقليم واستولت على 3 مدن، ولكن منذ 6 أيام حاليا فإنها لم تستطع أن تتحرك 15 كيلومتر. فبالتالي تظهر لنا حقيقة معينة في هذا مما قاله الأخ نور الدين من قضية الانسحاب من مقلي. الانسحاب من مقلي أنا قلته في ندوة خاصة يشوب يعني يتضمن اثنين، يتضمن انسحابا بعد الاستنزاف، ويتضمن يعني هروبا من نوع ما، لأنه كان استنزاف للقوات في ذلك المكان، وهذه القوة التي تراها الآن نراه على الأرض لقوات الدفاع تيغراي إنها قوة ضاربة حقيقة حتى لا نستهين بها. فبالتالي وقف إطلاق النار قد يكون حتى الآن حافظت عليه الحكومة وحولت الأمر إلى أمورا إقليمية، وهذا لم يكن من الذكاء حتى منذ المرة الماضية عندما أقحمت الإقليم الأمحري وخلقت العداوة ما بين الأمحرة والتيغراي. لذلك صارت الآن العلاقة يعني على عكس ما قاله الأخ نور الدين، إنه العداوة ما بين الإقليم الأمحري والإقليم التيغراوي أشد عداوة ما بين باقي الأقاليم، والإقليم العفري جار لهذا الإقليم التيغراي، لكن الشعب لم يعادي شعبا ولا نعادي شعبا حتى الآن. طيب شفاء يعني واضح شفاء. عبد القادر يعني رئيس إقليم العفر الحاج أول عربة ذكر في لقاء إعلامي معه بأن ادعاءات جبهة تيغراي بأن هناك من يدعمها من داخل الإقليم هي ادعاءات كاذبة، وأن الشعب والحكومة العفرية هي يد واحدة. هناك من يرى بأن تيغراي هم حلفاء أكثر قربا للعفر من أبي أحمد الذي فرط بمكاسب تخص إقليم تيغراي، وأخذ موقفا سلبيا في صراع الإقليم مع إقليم الصومال، وكذلك مع اعتداءات جاءت من الحدود الجيبوتية. أتيح لك الإجابة عبد القادر، لكن بعد فاصل قصير إن سمحت لي أعزائي المشاهدين، فاصل نعود لكم بعده فانتظرونا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا. نتناول في ملف اليوم اتساع رقعة الحرب في أثيوبيا واتجاهات الحرب والسلام، اندلاع معارك جديدة في إقليم العفر الأثيوبي. معي كل من الأستاذ نور الدين عبدة والأستاذ شفاء العفري وعبد القادر عثمان، مرحبا بكم وبهم. عبد القادر توقفنا معك يعني تصريح الحاج أول عربة عن أن نفى فيه مزاعم تيغراي بأن هناك من العفر من يوالي ويقف مع تيغراي ويناصر حربهم ضد المركز ضد أبي أحمد. يعني حقيقة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في أثناء حكمها لأثيوبيا، هناك من يرى بأن حققت بعض المكاسب للأقاليم الأثيوبية من خلال الفيدرالية الأثيوبية، والآن أبي أحمد يحاول انتزاع هذه الحقوق من خلال الحكم المركزي من في أديس أبابا.
برأيك مثل هذه التصريحات هل هي خالية تماما من الصحة؟ نعم أخي فؤاد، بالنسبة لتصريحات السيد رئيس الإقليم السيد أول عرضة تأتي في سياق المماحكات السياسية وتخوفات، يعني لأنه كما نعلم إثيوبيا كانت تحت سيطرة قوات أو تحت سيطرة جبهة تحرير تيجراي لمدة 30 عام، وأكيد شكلت شبكة علاقات مع الحكام والأقاليم، شبكة علاقات قوية على مرة على مدى 3 عقود، هذا لا يخفى على أحد وليس عيبا، لأنه قوة جبهة تحرير تيجراي كانت تمثل الشرعية حينها، ومن الطبيعي أن تكون هناك ولاءات لهذه الجبهة. ولكن ما يحصل الآن حتى وإن كان هناك جهات سياسية قديمة لها تتعاطف مع جبهة التحرير التجراني من منطلق أن هناك مكتسبات طرح استفادت منها من ضمن ما ذكرت مشروع الفيدرالية الذي لا يخفى على أحد أنه مشروع قدمته جبهة تحرير تيجراي، والعفر أكيد استفاد أكثر من استفاد من هذه التجربة الديمقراطية والتجربة الحكم الجديدة في المنطقة، بمعنى أن العفر أو الأراضي العفرية في إثيوبيا كانت مقسمة وموزعة على 5 إدارات، وأكثرها كانت في تيجراي، وتيجراي أول ما قامت به أن ضمت كل هذه المناطق للإقليم العفري وكونت إقليم خاص بالعفر وبإدارة خاصة وميزانية خاصة، وهو الإقليم الذي نراه اليوم، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن ننكر. ولكن ما يجري الآن في خضم الصراع، بالتأكيد ستكون هناك اتهامات واتهامات متبادلة وتخمين، سيما وأن المركز لم يشارك بها، ترك العفر في مواجهة هذه الآلة القوية التي حقيقة أسقطت الجيش الإثيوبي منذ اليوم الأول الذي انتزعت فيه مقلة من قبضة الحكم المركزي. فمع إسقاط هذا الشيء فهناك تبادل في اتهامات، لا شك أنه سيحدث من تبادل اتهامات، جهات سيادية ستتهم بعض، بل الأكثر خطورة من هذا الشيء في الإقليم العفري تم الزج ببعض الشخصيات القديمة في السجن فقط لأنهم كانوا قيادات في الحكومة، في حكومة الإدارة المركزية في الإقليم العفري أثناء حكم تيجراي. فهذا كان سبب كافيا بالنسبة للسيد أول عربة أن يزج بهم في السجون ويتهمهم. ولكن إجمالا الصف العفري اليوم أظن في الإقليم العفري هو موحد ضد موحد، وهناك نفير عام كما قلت، والشعب العفري أو الإدارة العفرية عندما اتهمتها أو تذرعت جبهة تحرير تيجراي بدخولها للإقليم بأن هناك قوات إثيوبية داخل الإقليم العفري، هذا كان شيء من الطبيعي لأنه لا أظن أن هناك أي قوة دولية أو ناهيك عن الأقاليم الصغيرة أن تحافظ على سيادتها دون الاتكال أو الاعتماد على حلفاء لها، ونحن الآن نتحدث عن قوة مركزية دولة شرعية. وأظن كما قلت تأتي اتهامات السيد رئيس الإقليم في هذا السياق، وهو توجس التخوف من امتداد هذه الشبكات. طيب عبد القادر، في نفس السياق، يعني العفر هم مجموعة سكانية كبيرة في هذه المنطقة ولها ثقلها ولها تاريخها، تمتد في أثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، لكن العملية السياسية ربما تأخذ منحا آخر. فالتيجراي كما ذكرت أنت كان لهم يعني حسابات خاصة أثناء 30 عام من حكمهم،
أيضا في إريتريا دعموا بعض المجموعات التي معارضة لسياس فرقي حكومة إريتريا. الآن مثل هذه الحسابات هل ربما تظهر إلى السطح وربما تستفيد منها جبهة تيغراي في تصفية صراعها مع أديس أبابا؟ نعم، سؤال وجيه وجميل جدا، ولكن هنا مربط الفرس. للأسف جبهة تحرير تيغراي طيلة هذه العقود نعم خدمت المعارضة الإريترية وكذا، ولكن كان هناك كل المساعدات التي كانت تقدم للأسف كانت محدودة، واستراتيجيتها في هذا السياق كانت متخططة، بمعنى المعارضة الإريترية التي كانت في تقيم في إثيوبيا جل ما لاقته دعم متواضع في عقد مؤتمرات أو بشكل عقد مؤتمرات أو إرسال التذاكر للوفود وترسيخ بعد أو وضع بعض الميزانيات لبعض الشخصيات السياسية. لم يكن هناك عمل هادف جدي في إسقاط النظام مثلا في إريتريا، فبالتالي لا أظن أن المعارضة الإريترية اليوم في مثلا لو أخذنا المعارضة الإريترية كمثال أنها تلك القوة التي تستطيع إسقاط النظام في إريتريا فقط لأنها تتقاطع مصالحها لا مع مصالح تيغراي. وكذلك العفر بصفة خاصة لا أظنهم بتلك القوة، ولكن هناك اتهامات للدول الإقليمية لها ربما تستطيع أن تقول رؤية مشتركة وتتقاطع مع رؤية تيغراي، وهم مثلا ما لو كنا ذكرنا بالمثال السودان مثلا الذي ظلت طيلة 30 عاما في سلام ومئام مع إثيوبيا حفظة حكم تيغراي، وفسخ ذلك العقد أثناء حكم أبي أحمد منذ اليوم الأول بدأت الاضطرابات. كذلك جيبوتي أيضا بأكثر من مناسبة اتهمت حكومة أبي أحمد الذي تحالف مع السياس العدو اللدود لجيبوتي، وبالإضافة إلى أنه جر الصومال لهذا الحلف اعتبرته جيبوتي تهديد لها لأمنها القومي ولأمنها الاقتصادي أيضا لو نظرنا لموضوع الموانئ. وهي الآن كانت هناك اتهامات في القريب أن هناك حشود قوات الجيبوتية في الحدود، ولكن الحكومة الإثيوبية نفت، وهناك أيضا اتهامات أن جيبوتي والسودان تدعم تيغراي بشكل أو بآخر، وربما تيغراي ستستفيد من بعض هذه الدعم. عموما أكيد هناك دول إقليمية لها رؤى مشتركة مع تيغراي أو مصالح تتقاطع مع تيغراي وهو إسقاط نظام أبي أحمد فبلا شك. وبنفس السياق يأتي دور العفر، يعني العفر هناك من لديهم تتقاطع رؤيتهم مع رؤية تيغراي الذي يعتبرون بصفة عامة ما قدمته تيغراي في السابق مكسب لكل شعوب الإثيوبية، يذكرون النظام الفيدرالي. نعم كانت هناك تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجبهة أثناء حكمه، ولكن كان يفترض أو يعول العفر وغيره من قوميات أو الشعوب الإثيوبية يعول على أن السيد رئيس الوزراء أبي أحمد أنه يبني على تلك التجربة السابقة ويطورها، لكن ما فعله العكس، بدلا من أن يطور التجربة ويقوم بتحسينها قام بهدمها وإلغاءها أو شرع في محاولة إلغاء المشروع القديم. طيب وهو ما عبد القادر عفوا على المقاطعة، هل يمكن أن نشهد أن الإقليم العفري يقوم بتسوية مع تيغراي؟ يعني خاصة أن تاريخ أو الفترة القليلة التي مضت على حكم أبي أحمد في تعامله مع الأقاليم سواء في الصومال أو العفر أو الأورومو لم تكن يعني بالسجل الناصع، هل يمكن أن نشهد إجراء تسوية ما بين إقليم العفر وتيغراي؟ نعم، سؤال جميل جدا. هذا التسوية التيغراي مع الإقليم العفري باعتقادي أنه يتوقف على جدية الحوار بين الذي أو جدية الحوار الذي ستقوم به تيغراي أو جدية رغبة جبهة تيغراي بالحوار مع الإقليم العفري. نعم لما لا بلا شك التسوية
قد تكون، لكن السؤال هل ستكون التسوية مع الإدارة أم مع أعيان المديريات وأعيان المشايخ؟ هنا نفرط أو مربط الفرس، هل ستقوم جبهة تيغراي بتسوية مع الشعب العفري عبر ممثليه التقليديين وعزل الإدارة التي تعتبرها هي امتداد للحكم الازدهاريين كما تسميهم؟ ولكن سنرى في مقبل الأيام، ولكن طيب. أظن أنه لن تكون حلول إلا على التسوية بين تيغراي والعفر. طيب واضح، أبقى معي عبد القادر نور الدين. هذا الدخول تيغراي في الإقليم العفري ربما يصل بهم إلى الحدود الجيبوتية في حال يعني جرت المعارك بشكل لصالح التيغراي. برأيك كيف يمكن أن تتعامل جيبوتي مع وصول التيغراي إلى حدود جيبوتي؟ أنا أعتقد أولاً يعني لكل التحليل الذي قدمه الأستاذ عبد القادر قبل قليل، يعني يجب أن ينتهي هذا التحليل إلى نقطة مهمة جداً، وهي أن يعني يجب ألا ننظر إلى المسألة منفصلة عن ما يجري في كل أثيوبيا وعن الصورة الشاملة. وحتى أعتقد يعني حتى ليس من مصلحة أي إقليم الآن أن ينظر أو أن نقوم بالتحليل فقط في إطار الخاص. يعني فالعفر إقليم عفر الحكومة هي جزء من الحكومة المركزية، وهي موجودة ضمن ترتيبات سياسية على الأقل قائمة الآن، ويجب أن ننظر في الموضوع في ذلك الإطار، يعني لأنه لا شيء يمكن أن يوقف هذا الصراع وهذه الحرب إلا ضمن نظرة شاملة وتفاهمات شاملة. تفاهمات من طرف معين ضد طرف معين ربما تكون مرحلية تكتيكية لمصلحة ما، لكنها في النهاية لن توقف هذا الصراع. وإذا يعني أعتقد أيضا أنا لا أعتقد يعني أن طيب نور الدين، هذه وجهة النظر هذه الذي طرحتها نور الدين ربما لو كانت في سياق غير السياق الحاصل الآن في أثيوبيا. أبي أحمد أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد، ومن جهة أخرى التيغراي تتمدد في إقليم الأمحرة والأورومو والعفر، ربما أثيوبيا تسقط في براثن حرب أهلية، وأبي أحمد يحاول الوصول إلى تسويات تخص حكمه هو. أنا أولا يعني صحيح إلى الآن ربما جبهة تيغراي تحركت تحركات نوعا ما تعتبر سريعة بعد ما سيطرت على وسط إقليم تيغراي، لكن إلى الآن لا نجد، أنا لا أرى أن ذلك التمدد الكبير الذي يهدد سواء الحكومة المركزية أو أنه يهدد النظام بكامله أو يدخلنا إلى حرب شاملة. أنا أراها في تأتي كما قلت من البداية في إطار تعزيز الأوراق والمكاسب للدخول إلى نوع ما من الحوار، هذا أمر مفروغ منه. الحكومة المركزية أيضا نقلت يعني عبر وزارة الخارجية أنه سيكون هناك حوار، رئيسة الدولة نقلت أن يعني في خطاب إعلان عن النتائج الانتخابات التي جرت حاليا أعلنت أنه لا يمكن أن تسير الأمور كما هو معتاد عليها إلى الآن، يجب أن ندخل إلى يعني يجب أن يكون هناك رؤية جديدة وطريقة عمل جديدة، وهذا كلام واضح يعني لو الواحد تابع ذلك الخطاب. لذلك أنا لا أتوقع أيضا أن الجبهة ستتمدد بحيث أنها تدخل في يعني ربما تصل، إذا تمددت بشكل غير منطقي ربما تصل لمرحلة تفقد فيها هذه المكاسب وتدخل نوع من الاستريتش أو التمدد الذي يفقدها كل هذه المكاسب. لذلك أنا يعني سيناريو دخول أو تمدد الجبهة للوصول إلى جيبوتي وتمددها للوصول إلى 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 خط السكك الحديدية لا أعتقد، وقد يكون هو تهديد للحكومة المركزية للدفع نحو اتجاه معين. ويعني لا ننسى أيضا أن هناك لاعبين دوليين، واليوم هناك تغريدة للشؤون الأفريقية في داخل الإدارة الأمريكية أو داخل الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ترحب بالحوار، أو أن العاصمة يعني
السفارة في العاصمة أديس أبابا السفارة الأمريكية ربما يعني تعقد حوار إنساني، هي أشار إلى ذلك، لكن في النهاية هناك يعني إلحاح وهناك دفع كبير لتتم الأمور باتجاه تهدئة الأمور وتنسيق حوار وطني، والجبهة هي تسعى لتعزيز مكاسبها ويكون لديها أوراق قوة وليس لتمديد نفسها لدرجة أنها تصل إلى أن تفتقد كل هذه المكاسب. لذلك أنا لا أرى الموضوع في اتجاه أنه يعني ربما يعمل نوع من الحرب الأهلية الشاملة أو الفوضى الشاملة، لن تتجه الأمور في هذا الاتجاه في إثيوبيا. طيب نور الدين، أنت ترى بأن دخول تيغراي إلى إقليم العفر هو من أجل رفع سقف المفاوضات مستقبلا مع الحكومة المركزية؟ على كل حال نحن نتمنى السلامة لأثيوبيا وجميع دول منطقة القرن الأفريقي، وأيضا نتمنى السلامة للأهل العفر في إقليم العفري سواء في أثيوبيا أو إريتريا أو في أي مكان وجميع شعوب المنطقة. على كل حال وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر وجودك معي نور الدين شفاء العفري وعبد القادر عثمان، ألتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ألتقيكم الأسبوع القادم في ملف جديد، وأترككم في رعاية الله.